هذا وبدأ سكان مدينة منبج في شمال سوريا العودة إلى منازلهم بعد أن نزحوا منها نتيجة لسيطرة تنظيم داعش عليها والمعارك التي دارت مؤخرا لتحريرها من التنظيم المتطرف بحسب سكان محليين. قوات سوريا الديمقراطية سبق لها وأن أعلنت أمس سيطرتها بالكامل على المدينة القريبة من الحدود مع تركيا. ونقلت رويترز عن مسؤول القوات وأقارب على صلة بسكان في منبج قولهم إن مئات السيارات والمركبات التي تقل عائلات وأمتعتهم دخلت إلى المدينة.